شنو حاملين هذا يعني؟ احنا وين رايحين؟ رايحين للبحر. ياي اليوم راح نوريكم شلون نحن نقضي يوم كامل بالبحر وشلون محجبة يعني كيف محجبة تقضي يومها بالبحر. يلا يعني هم راح يهاوون اطفال. انا احاول انا لا بس اسمع انا احاول اخلي اللغه الانجليزيه ممجوزه بالعربي فكل راح يهاوون اطفال. شوفوا يا جماعه المناطق الخضراء. الله حلو حلو المنظر نحن تقريبا هنا بالمغرب صار عندنا صيف تقريبا. انتم في بلدانكم عندكم صيف ربيع شتاء ما ادري المهم شو عندكم لانه نحن تقريبا دخلنا على الصيف. يس خلينا نشوف شلون تقضي المحجبه يومها بالبحر. يس يا ربي بس وقفوا الفيديو واكتبوا لي بالتعليقات مين شاطر بالسباحه من يعرف يسبح لانه انا ما بعرف ولا شيء. لا انتم كمان مو شاطرات انا ما بعرف ولا شيء. نحن الحين بالكورنيش. الجو مره كيوت الجو حلو حلو كثير كثير كثير. ماكو برد ماكو حراره ما بدري الجو حلو على هيك نسيم البحر مره حلو كيوت اي لايك ات. والحين كيف اقضي وقتي؟ اول شيء تاكدوا انكم تكونوا حاطين واقي شمس لانه ما تبون يعني بشرتكم تصير سوداء يعني تنحرق تكون فيها جلطات. ثاني شيء جهزوا المكان اللي راح تجلسوا فيه. ثالث شيء استمتعوا بالجو هذا رائع. ماكو داعي تسبحون يعني لانه انا ما بعرف السباحه فاشله في السباحه فبقول لكم انكم ماكو داعي تسبحون. وفي نشاطات كثير حلوه ممكن تسووها بالبحر كاللعب بالرمال الكره تنس الجري اي رياضه يعني او ممكن فقط تستلقون وتستمتعوا هذا احسن شيء يعني. اي شيء ثاني مهم نسيت اقوله ممكن تجيبوا معكم سناكات ساندويتشات اشياء صغيره تستمتعوا فيها مش تستمتعوا معاها تستمتعوا فيها وانتم بتشاهدوا هذا الجو. يس فقط لاني جوعانه الحين فتذكرت السناكات ودونت جادج مي جايز. لانه كنت خايفه ولحد الحين انا خايفه يعني شوفوا المنطقه. ياس هذه المنطقه وبحب اسوي حالي سباحه ماهره هنا يعني والرمل على وجهي وكل شيء بس حلو. اللي يخاف نجم اللي يخاف نجم. الله هاي استمتعتوا؟ ياي يو هاف فان ياي. وليش كله ياي يعني تكلموا شوي عربي وميكس انجليزي. المشي في الرمال صعب. يا مثل المشي في الثلج. تذكرتوا فلوج اوكي مدلي سويناه بمراكش منطقة جبلية ثلجية بمراكش اسمها اوكي مدن وكنا هيك نمشي في الثلج نقول اوه صعب فراح خلي لكم الرابط في اسفل صندوق الوصف وكمان راح تطلع اي هنا هنا راح تطلع اي او هنا ما ادري اضغطوا عليها وراح تشوفون الفلوج وتشوفون الفلوجات اللي سويت من قبل. إذا كنتوا من عشاق الفلوجات وحابين الفلوجات عملوا لايك عملوا لايك واكتبوا لي بالتعليق انكم تحبون الفلوجات عشان انا اسوي فلوجات وكمان اذا كنتوا جداد اشتركوا في القناه لا تنسوا كثير اشياء
وفيديوهات متنوعة وكتير تحديات. ايه كتير اشياء، فأكدوا انكم تشتركوا. يس. أكدوا. أرى بابا. ترى تطا. الناس تستمتع بوقتها you know. هذا الويكند جماعة الناس مستمتعة بوقتها. انتوا شو سويتوا في الويكند؟ اتمنى ان الفيديو نال اعجابكم. يعني فلوق خفيف ظريف، شفتوا اشياء بسيطه، يعني استمتعنا بوقتنا وخفيف على القلب. لا تنسوا تضغطون لايك 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 كبيره. اخر فيديو قربنا تقريبا 700 لايك في اخر فيديو، فخلوا هذا الفيديو يكون 800 لايك. ممكن نسووها 800 لايك. ياي نقصر يا حبايب شيماء، نسوي 800 لايك واكتبوا لي التعليقات، وبشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. خليتكم الراحه. سلامه.